المسألة موضوع الاتصال ديالكم هو أنه واقعة الترامواي صدر حكم لفائدتنا عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وقضى يعني في باسترجاع مبلغ 6 دراهم اللي هو ثمن تذكرة النقل ديال الترامواي. الأكيد والأكيد جدا هو أنه عموم المواطنين ولا أفراد المجتمع في مناحي الحياة ديالهم يقدمون على مجموعة إبرام مجموعة ولا أنماط مختلفة من العقود، وهذه العقود بطبيعة الحال كسائر العقود، غير هو ما يميزها أن عقود النقل نظمها المشرع المغربي بموجب مدونة التجارة ضمن عقود النقل، وتحديدا أكثر عقود نقل الأشخاص. هذه العقود يعني ترتب مجموعة من الالتزامات سواء على الطرف يعني اللي هو الشخص المنقول، أو كذلك على الشركة أو الشخص الناقل. من بين هذه الالتزامات هو على أنه الالتزام بإيصال يعني المسافر يعني في الوقت المحدد. الحالة ديالنا هو أنه الشركة يعني المتعاقد معها لم تلتزم وأخلت بهذا الالتزام، ولم تكلف نفسها عناء تبرير ذلك، بل أكثر من ذلك بأنه يعني بدون سابق إشعار استمرت هذه الشركة هذه في استخلاص مبالغ النقل ديال التذاكر ولوج يعني المسافرين أو العملاء يعني العربات ديال الترامواي يعني، والتذمر البادي عليهم، وبالتالي الناس بعد ذلك يعني لا يجدون حلا، ولا يعني فقط هناك تذمر يعني واحد الأسى، وشركة يعني لم تكلف نفسها لا بتواصل لا بشرح أو ما إلى ذلك، وبالتالي مجموعة من المصالح ديال المواطنين تتعطل في مثل هذه الحالات، وهذه ليست حالة واحدة بطبيعة الحال مجموعة من الحالات، وبالتالي هنا كنكونوا أمام واحد الخلل كبير، واحد المشكل كبير يعني ديال واحد الشركة لا تحترم التزاماتها، لا تحترم مسؤوليتها القانونية تجاه العملاء ديالها، وبالتالي كان حريا بها لما كان هناك، إذا افترضنا أنه كان هناك مشكل يعني أن تشعر قبل ذلك، أن تتواصل وأن تجد الحل الملائم، سيما لما يتعلق الامر يعني بحالات اللي تكون يعني التعذر ديال انها استمرار في تقديم الخدمات ديالها. الحاله التي نحن بصددها يعني ليس هناك ما يعيق اصلا استمرار تقديم الخدمات، لاننا يعني ولو ان الشركه تدرعت بحاله القوه القاهره الى انه لم نعثر ولو لشرط واحد من شروط توفر حاله القوه القاهره، لانه كان هطول الأمطار بشكل عادي، وإذا كان هناك مشكل في قنوات الصرف الصحي فهذه مسؤولية شركة ومسؤولية الجهات الوصية، وليست مسؤولية مواطن أو يعني زبون متعاقد مع الشركة اللي أوفى بالتزامه وأدى مبلغ ثمن تذكرة وفي المقابل لم يحصل على الخدمة المترجاة. في المرحلة الابتدائية في المرحلة الابتدائية الأكيد أن الحكم كان فيه شقين بناء على الملتمس ديالنا، اللي هو الملتمس الرامي إلى استرجاع مبلغ التذكرة، والملتمس الرامي أيضا إلى الحكم بالتعويض في مواجهة هذه الشركة. المحكمة حكمت بالشق المتعلق باسترجاع التذكرة، ولكن لم تقضي يعني بالتعويض، وفي يعني من وجهة نظرنا يبقى هذا الحكم محل نظر، وبالتالي محكمة الاستئناف سيعرض عليها أكيد الملف من جديد وستقول كلمتها فيه. والأكيد على أننا متشبثون بأحقيتنا في التعويض وبحقية أي مواطن أو أي فرد من أفراد المجتمع تضرر بحقه في التعويض. لماذا؟ لأن هناك إخلال بالتزام تعاقدي، وهناك مسؤولية عقدية وتقصير، وبالتالي يلزم جبرا للضرر الحاصل التعويض. بالنسبة للواقع المماثلة هو أنه هذيك يعني تختلف نوعا ما، لأنه كانت أبرمت مجموعة من العقود ديال النقل مع هاد الشركة في إطار قيمي مجموعة من الرحلات، سواء يعني بدافع البحث العلمي أو بدافع عملي، ولطالما كانت هناك واحد يعني تأخرات عن المواعيد محددة يعني القطارات، يعني تأخرات في المواعيد واللي هي تأخرات كبيرة يعني تسجلات القطارات، وهنا كان يعني واحد التذمر واحد الأسى أيضا، وسيما المواطنين كتلقى مشاكل كثيرة، وأنهم المشكل الكبير هو أنهم ما تعرفوش يعني الحقوق كيفاش أنهم يأخذوا الحق ديالهم، كين هناك من يلقي بنفسه في السكة الحديدية الخاصة بالقطار، هناك من يعترض القطار جراء ذلك التذمر، في حين أنه كين هناك سبل قانونية تخولهم يعني المطالبة بحقوقهم، سيما وأن هناك نكون بصدد يعني فوات مجموعة من الفرص وحالات ديال الخسارة أو فوات الكسب أو الأضرار يعني البليغة التي يتعرض لها الناس المقدمون على التعاقد مع القطار. وهذا هو الدافع الذي يعني دفعني إلى إقدام على مقاضاة المكتب الوطني للسكة الحديدية، وبطبيعة الحال حصلت على حكم بموجبه قضى لفائدته بتعويض، وابتدائيا وكذلك استئنافيا تم تأييده. تأييد التعويض شنو كان؟
التعويض هو مبلغ 20,000 درهم جراء الضرر الحاصل، ولو أنه حتى هذا الحكم هذا كان محل نقاش، وبالتالي من وجهة نظرنا يبقى محل نقاش، لأنه دائما ما يتم ربط التعويض بحصول الضرر. والأكيد أننا من هذا الإطار نحن ننشد أن يكون التعويض يعني مجرد الإخلال بالتزام تعاقدي، لأن مجرد الإخلال بالتزام تعاقدي يرتب ضررا، وهذا الضرر هو ضرر مفترض. فمثلا أنا مقبل على التعاقد يعني مع المكتب الوطني للسكة الحديدية من أجل نقلي إلى مدينة طنجة مثلا، وقد تأخر هذا القطار لساعتين. التوجه الحالي يلزمك بأن تثبت أنك تضررت أو فاتك موعد ما، وبالتالي أنت ما غايتك من السفر أصلا لطنجة؟ غايتك هو أن هناك التزام، هناك دافع، هناك عمل أو ما إلى ذلك، وبالتالي قد تعوزك الحجج في إثبات ذلك، في حين أن الصواب هو أن هذا الضرر مفترض، لأن كل إقدام على إبرام عقد راه هو بدافع معين وبدافع واحد الغاية معينة.